مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بتذكيركم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها متابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، ده طبعا في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة. ووجه سيادته بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. كمان من ضمن أخبار امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية بالمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بدأها طبعا بتفقد منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث R3، وقال إن منطقة المال والأعمال هتبقى أحد أهم المقاصد لجذب الشركات العالمية لفتح مقرات فيها في مصر، وكمان توفير فرص عمل للشباب المصري. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وده في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وجه سيادته بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول الاتصال التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وده بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح. وأشار سيادة الرئيس إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذراً من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. وامبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة، إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي. أيضاً تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة، خاصة عن طريق تعزيز الآليات القائمة، ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن، وأيضاً من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية بالمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد منطقة الأعمال المركزية للوقوف على معدلات التنفيذ. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام اللي بتحظى به منطقة الأعمال المركزية باعتبارها منطقة حيوية للمال والأعمال في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى اعتزازه بهذا المشروع اللي بيتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية ليشكل أيقونة العاصمة الإدارية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع وجذب العلامات التجارية العالمية الشهيرة. امبارح وأثناء تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تجول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في أرجاء الحي السكني الثالث R3، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول الأعمال التنفيذية بالحي السكني الثالث Capital Residence، وشاهد أيضاً نماذج للفيلات والتاون هاوس، واطلع على موقف الأعمال اللي بيتم تنفيذها بالعمارات السكنية والطرق الداخلية وأعمال الميادين، وشاهد مباني المنطقة المركزية بالحي السكني الثالث الواحة. امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتصريحات صحفية عقب جولته بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد إن حجم الإنجاز كبير بالنظر إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت منذ أقل من 7 سنوات مجرد صحراء لا قيمة لها، ولكن بفضل رؤية الدولة المصرية لمضاعفة المعمور المصري تم اختيار هذا الموقع بناء على رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين، وبدأت عملية البناء، مضيفاً أن سرعة الإنجاز ترتبط بمستوى متميز من التنفيذ، كما أن حجم العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة أتاح مئات الآلاف من فرص العمل في الدولة المصرية. وأشار مدبولي إلى أن منطقة المال والأعمال ستصبح أحد أهم المقاصد لجذب الشركات العالمية لفتح مقرات ليها في مصر توفر فرص عمل للشباب المصري. الحقيقة يمكن أن ننتهز الفرصة أن احنا نتفقد تقدم الأعمال في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية، وزي ما حضراتكم شفتوا يمكن منطقة الأعمال المركزية الحمد لله يعني قطعنا الشوط الأكبر في المشروع،
وابتدت معالمه كلها تكتمل، وبإذن الله يعني في خلال يعني أشهر بسيطة جدا هتكون انتهت كل الأعمال في هذا الموضوع، اللي هو طبعا هذا المشروع بالذات هو جزء من يعني هيبقى جزء من يعني أيقونات العاصمة الإدارية الجديدة، لأن الحمد لله العاصمة الإدارية فيها العديد من المشروعات الشديدة التميز اللي احنا بنبنيها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بنبنيها للأجيال المستقبلية كلها. وإن شاء الله يعني الحمد لله مع حجم الإنجاز يعني لنا كلنا أن نتخيل أن يعني المنطقة العاصمة دي كلها من أقل من 7 سنوات كانت مجرد صحراء ملهاش قيمة خالص، ويعني الدولة المصرية بناء على الرؤية لمضاعفة المعمور المصري اخترنا هذا الموقع اللي كان تم برضو اختياره بناء على رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين، وبدأنا عملية البناء. امبارح شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق عام الإسيسكو للشباب اللي بدأت بعقد المؤتمر العام لمحاكاة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. وفي تعقيبه في نهاية الجلسة الافتتاحية نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وتمنياته التوفيق والنجاح للمنظمة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، مشددة على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأيضاً توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة. بالنسبة للأخبار، المحافظات في شمال سيناء تم افتتاح مدرستين بمدينة بئر العبد وعشر منازل بدوية في قرية التلول، وده في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد. أما في الشرقية فتم الكشف على 2232 مريض في قافلة طبية بالعشر من رمضان، والنهاردة في مطروح تم تعطيل الدراسة لاستكمال رفع أثار الأمطار والسيول. تفاصيل أكتر من محافظات أخرى هنتعرف عليها مع حضراتكم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في شمال سيناء تم افتتاح مدرستين بمدينة بئر العبد وعشر منازل بدوية في قرية التلول، وده في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة. في الغربية شهدت المحافظة انطلاق موسم جني القطن اللي بدأ بعزبة الخزان بمركز المحلة الكبرى، وده في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي واستحالة من الإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام. في سوهاج أعلنت المحافظة أن 27 عارض وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء المحافظة هيشاركوا بعرض منتجاتهم في معرض تراثنا اللي بيقام بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر الجاري بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 2232 مواطن من أهالي مدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة ميت يوم صحة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان. في مطروح قررت المحافظة تعطيل الدراسة اليوم الحد بجميع مدارس إدارة مرسى مطروح التعليمية لاستكمال مراجعة ومعالجة أي أثار سلبية ناتجة عن تداعيات سقوط الأمطار والسيول بعدد من المناطق بالمدينة، من خلال رفع أي تراكمات مياه داخل أسوار المدارس والاطمئنان على المنشآت والأسوار وغيرها والاطمئنان على استقبال الطلاب داخل المدارس دون أي معوقات. في بورسعيد أعلنت المحافظة العمل في تطوير ورصف ورفع كفاءة وإنارة شارع إبلي قناة الاتصال، وده ضمن تطوير الطرق الداخلية المؤدية ليها ضمن المشروعات القومية اللي بتشهدها المحافظة على مدار السنوات الأخيرة. في البحر الأحمر هتبدأ اليوم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة حسب الخطة الموضوعة لشهر أكتوبر في إجراء الكشف الطبي على أهالي المحافظة، وهتبدأ أعمالها بقرى حلايب وشلاتين بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهالي قرية الحمروين شمال القصير ورأس غارب شمالاً.